خلينا نقول سنتين، إذا زبط معك بيكون زبط، وإذا ما زبط بتكوني أنتي زبطتي أمورك. يعني إذا طلقتي إيد من قدام وإيد من ورا، الناس بتشل عرضك، بيتسلوا فيكي شوي وبيرموكي مثل الخرقة. بس إذا طلعتي بثروة ماكنة بصير في عندك هالة، والناس بتحب الهالة، بينجذبوا للهالة. هاد اللي عم حاول أفهمه. نحن أصلاً معنا مانا بحاجته، مانا ولي نعمتنا. ما كان ولي نعمتنا، بس هلأ شوي بعدين العازي درجات. في ناس بتعتاز ربطة خبز، سلة معونات، رشيتة، وفي ناس بتعتاز سفرة، جامعة، بزنس جديد. يعني كل حدا هو وضعه وطموحه. فكري كتير منيح. إذا شفتي الحياة معه مستحيلة، فيكي تختاري حياة جديدة وطريق مختلفة. بس لحتى تقدري تعملي هذا الشيء لازم يكون عندك إمكانيات، ولازم تكوني قادرة. خلينا نبلش بالأول. طقمتك وين؟ جوا. منبلش فيهم ومنخبيهم عندي. وبس تفاجأت انصعقت. العمى اخته؟ هاد غير انه شمعنى انا اللي تحكي لي؟ معناتها بتعرف اني انا ملدوعة واني تداويت، عشان هيك لجيت لي. شمتي؟ اول خاطر اجاني شي بيشبه الشماتة، تبع ذوق السم اللي شربتوني اياه. روحي قلعي شوكك بايدك. ما شمتت فيا هي، بس قلت منيح خليه يلتهي شرفه. بعدين قلت هي شو ذنبها؟ فكرت بأمي، بخالي. يعني أبوها بشو بده يصير؟ فما جاوبتها، قلت لها تركيني أسألك. بقى شو قلها؟ شو بدك تجاوب؟ الله بيستر على اللي بيستر. بعتيها لعندي، أنا بتفهمها. مع السلامة. يا الله ما عم صدق. يا الله مو معقول. برافو عليك يا سارة، والله إنك أنت مثل ظرف ثلاثة بواحد، أخلاق، موهبة، عضلات. أو زكي، هاي ما تنسي لي إياها. لا ما نسيتها.